السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام. لن تصدق ماذا فعل الملك سلمان بالحجر الأسود في الكعبة المشرفة، معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على النبي العدنان حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. الحجر الأسود هو أشرف حجر على وجه الكرة الأرضية، ويعتبر أيضا أشرف جزء في الكعبة المشرفة. ويقع الحجر الأسود في الجهة الشرقية من الركن اليميني للكعبة المشرفة، ويرتفع بمقدار متر ونصف عن الأرض. قد كان شديد البياض يوصف بأنه أشد بياضا من اللبن، فاسود من خطايا بني آدم، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. فهيا بنا لنتعرف على قصة الحجر الأسود وماذا يحدث لك إذا قبلته. الحجر الأسود هو حجر من الجنة نزل به جبريل عليه السلام ليصبح أشرف جزءا في الكعبة المشرفة. والكعبة هي أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله، حيث قال الله: إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. وأول من بنى الكعبة إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام، وذلك كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كانت الكعبة المشرفة لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام. اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة لما أصابها من تصدع في جدرانها، وقد تم تقسيم العمل في بناء الكعبة بين القبائل. وعندما انتهوا من بناء الكعبة وصلوا إلى مكان الحجر الأسود، وحدث اختلاف شديد بينهم، فكل منهم يريد أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وكاد الأمر أن يصل بينهم إلى القتال. جاء أبو أمية ابن المغيرة فاقترح عليهم اقتراح أن ينتظروا أول شخص يدخل عليهم من باب المسجد الحرام ليحكم، فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أول شخص يدخل عليهم، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم هتفوا وقالوا: هذا هو الصادق الأمين، رضينا به. وعندما وصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حدث بينهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أحضروا إلي ثوبا. فأحضروا الثوب، فوضع الرسول الحجر في وسط الثوب، ثم طلب منهم أن تمسك كل قبيلة بناحية من طرف الثوب ثم يرفعونه جميعا، ففعلوا ما قاله الرسول. وعندما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود أخذه الرسول بيده الشريفة ووضعه في مكانه. وبعد معرفة قصة الحجر الأسود مع الرسول، يتبقى أن نعرف ماذا يحدث لك إذا قبلت الحجر الأسود؟ إن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود هو القيام بشعائر الله عز وجل، وليس لتعظيم الحجر، فالحجر الأسود مثله مثل جميع الأحجار، لا تنفع ولا تضر، ولكن تكمن قيمته الحقيقية في تعظيم شعائر الله عز وجل. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند المرور به عند الطواف حول الكعبة، وهناك الكثير من الدلائل في السنة النبوية التي تدل على مكانة الحجر الأسود عند الله عز وجل، حيث قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فالمسلم الذي يقبل الحجر الأسود يجب أن يفرح فرحا شديدا، لأن الحجر الأسود سوف يشهد له بذلك أمام الله عز وجل يوم